السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أحمد السيد من كل مكان، أهلا بيكم ويا رب دايما تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة عندنا فكرة بسيطة كده، عملت فكرة بسيطة كده للحمام، حاجة زي جاكوزي كده عشان نروق على الحمام بتاعنا ونخلي جسمه يترطب. طبعا الجو بدأ يظبط معانا، الجو بدأ يحرر شوية، فلازم الحمام بقى إيه نعمل له حاجة كده يستحمى فيها كده ويروق على نفسه ويرطب جسمه ويرطب البيض اللي تحته والزهاليل. طبعا الحمى شيء مهم عند الحمام. بص الحمام بيبقى مستمتع ازاي اصلا وهو بيستحمى. بص الحمام بيبقى في غاية الفرح الصراحة وهو بيعمل الحركات دي. على فكرة من أكتر الطيور اللي بتحب الحمى الحمام عموما. على فكرة الحمام ما بيميزش بين ساقع وحر في موضوع الحمى ده، يعني لو عملت حركة زي دي قدامهم في عز التلج وهم سقعانين برضه هيستحموا، وما يفضلش انك تسيب قدامهم مية ينفعوا ينزلوا فيها يعني في اي وقت بارد او كده، لان هم ما بيصدقوا لو قدامهم اي مية ينفعوا يستحموا فيها وعلى طول من غير تفكير. عن كمية السعادة اللي هم فيها. مية تحت ومية نازلة من فوق وآخر دلع خالص. ان شاء الله بس هيضرب في دماغه ولا ايه؟ طبعا دي مشكلة برضو ان هما ما بيميزوش بين المية اللي مش نظيفة والمية النظيفة في موضوع الشرب. الفرد جاي يشرب ازاي مع ان المايه بتاعتهم محطوطه تحت اهي، بس ما بيميز. دي مشكله برضه، لان هما لما يجوا يستحموا في المايه اللي انت حاططها لهم يستحموا بيها، المايه طبعا بتتعكر من الحاجات اللي بتنزل من جسمهم، فيجي فرد تاني يشرب منها او هما يشربوا منها. دي مشكله برضه، عاوز نعمل حاجات تنظيف معده بقى وكده. يا اما خايف من حركة زي دي بتمسك الحمام تحميه انت بايدك، عايز بقى تحط ملح في المية تحط خل، بس بتمسك الحمامة انت تحميها بايدك، تغطس الحمامة وتظبط ريشها كده وتطلعها تاني، متسيبش الحمامة لوحدها عشان متشربش. خلاص طبعا المية دي اتعكرت، نفضي بقى المية دي ونملى مية تانية عشان ايه، هو بقية الحمام بياكل دلوقتي فهو هيخلص ويطلع على ايه على الجاكوزي بتاعهم. هنفضي بقى المية العكرة دي ونملى لهم مية جديدة، احنا ملناش بركة لهم، احنا عايشين عشان مين يعني. Thank you.
بس هو كده الحمام بتاعنا هيخلص بقى وجبة الفطار بتاعته ويطلع ايه يريح شوية، الشمس تكون جت هنا شوية ناحية الحوض بقى، وايه يخلص حمى ويطلع يريح في الشمس شوية. اللي ناقصنا بس نجيب لهم شوية رمل على الحوض هنا. طبعا حابين نفكركم بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان نعرف نعمل فيديوهات اكتر. كل بدعمكم لينا ان شاء الله يكون تمام، فيديوهات اكتر نفيد اكبر عدد من الناس، نستفاد من اكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.